المخيم الحسيني، الكلمة التي حين نستذكرها أو نقف على معالمها الشاخصة تنفتح لنا أبواب واقعة الطف الأليم على مصراعيها، فهو المعسكر الذي احتمت به أسرة النبي وحرمه الطهر الطهور حتى آخر غارة لآل أمية وحرق الخيام وسبي الأطفال والنساء، ومنه نهب كل ما كان لآل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم، وبه جيء بعلي الأكبر مبرج بالدماء، ولبس القاسم لباس زفافه وهاب إلى صرح الكرامة ملاقيا جده المختار ليزفه إلى حور العين، كما غفت به عيون الرضيع وبقي المهد ينتظره مع ولولات الأمهات وسط احتدام الوقع يوم عاشوراء. المخيم الحسيني الشريف هو مشهد من مشاهد كربلاء الأثرية والأماكن المقدسة التي يتبرك بها الزوار ويجسد جانبا من مأساة الطف الخالدة. المخيم الحسيني كله هو 8 أيام، أي من وصول الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه إلى مدينة، إلى محافظة كربلاء، مدينة كربلاء. شهد المخيم الحسيني وعمره فقط 8 أيام وانتهى في اليوم 10 من محرم الحرام، وفي تقريبا 60 للهجرة على يد المختار الثقفي تم تشييد وبناء أول عمارة للمخيم الحسيني المشرف. وخلال القرون والسنين الماضية أجريت تغييرات وتحديثات على المخيم الحسيني من بناء وتفليس وتطوير، ولغاية تقريبا في 40s من القرن الماضي تم عمارة المخيم الحسيني على يد وزارة، على يد مديرية الأوقاف في حينها. وفي 2008 تصدى مجموعة من المؤمنين في مدينة كربلاء المقدسة على تهديم المخيم الحسيني وبنائه بالمعلم الجديد وفي الشكل الجديد. وفي 2008 تقريبا أصبح المخيم الحسيني قسم من أقسام العتبة الحسينية المقدسة، فقامت العتبة الحسينية المتمثلة بسماحة المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي بإتمام الأعمال وإتمام تكملة بناء المخيم الحسيني وتطويره. وأجريت خلال هذه السنوات السابقة عدة أعمال، منها تسقيف صحن المخيم الحسيني كما تشاهدون وتعلمون، وتبديل الأضرحة اللي هي مقامات المخيم الحسيني المشرف. وتعرف هو معروف المخيم الحسيني معلم من معالم الواقعة الأليمة التي جرت في عاشوراء، وهو من الأقسام العتبة الحسينية المقدسة التي يستقبل جميع الزائرين الكرام الذين يأتون لزيارة مرقد أبي عبد الله الحسين وأخيها بالفضل العباس عليه السلام. ومن الأعمال اللي هي الكثيرة التي تجري في المخيم الحسيني منها الشامي غريبون ليلة 10 من محرم الحرام، اللي هي مواساة العقيلة زينب عليها السلام. يأتون جميع المحبين والعاشقين والزائرين الكرام من أهل المدينة وخارج المدينة لزيارة المرقد الحسيني وإشعال الشموع مواساة لأهل البيت. وهناك في 3 من محرم عزاء النساء، الذي هو مراسيم التي تقوم بها العتبة الحسينية المقدسة بمراسيم عزاء النساء مواساة للسيدة زينب عليها السلام،
انطلاق العزاء من المخيم الحسيني المشرف إلى العتبة الحسينية المقدسة وإلى عتبة أبي الفضل العباس عليه السلام. وهناك أكثر من مراسيم تقوم بها المخيم الحسيني من مراسيم عزاء للمواكب والهيئات الحسينية على مدار السنة واستقبال الزائرين جميعاً على مدار السنة لليوم الكامل، ماكو يعني عطلة أو فد وقوف للزائرين الكرام. كما معروف في مدينة كربلاء استقبال الزائرين في الأربعينية الإمام الحسين هي 20 من 0، حيث تبدأ الإجراءات وتبدأ الاستعدادات مبكرا من بداية تقريبا أيام أول أيام شهر 0، تبدأ الإجراءات والأعمال بتهيئة جميع مفاصل المخيم الحسيني من خدمية، من حفظ نظام، من توفير كافة الأجواء المناسبة لاستقبال الزوار والمعزين لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث يتوافد من جميع أنحاء العالم الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة، وتكون هناك استقبال لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم من العبادات والصلاة والزيارة وتهيئة كافة الأجواء تكون مهيئة لاستقبال عملية الزيارة، واستقبال أيضا مجموعة كبيرة من الهيئات والمواكب الحسينية بإقامة الشعائر الحسينية تقريبا ما يقارب 20 إلى 25 هيئة يقومون العزاء هنا بالصحن المخيم الحسيني المشرف بالتزامن بعد يعني على الأيام والساعات الموجودة في المخيم الحسيني، ويكون هناك برامج مؤدة وبرامج كاملة لهذه الأعمال في يوم الأربعينية وفي أيام الشهر 0 الخير إن شاء الله. وتكون هناك عدة أعمال، منها النظافة بشكل كامل، ومنها حفظ النظام، حفظ أمتعة وأمور الزائرين الكرام بشكل كامل والحمد لله، وتوفير الماء وتوفير الطعام. هناك تقريبا فد يعني موكب صغير للمخيم الحسيني بتوفير الطعام إلى الزائرين الكرام من شكل مستمر خلال اليوم الأيام العشرة الأخيرة أو 12 يوم للأربعين تقريبا، تبدأ من 8:00 أو 9:00 إلى 20:00، توفير الطعام والماء والأجواء اللي للزائرين الكرام. والحمد لله والشكر لله، هناك أعمال أيضا باستقبال الوفود أيضا بالمخيم الحسيني، أكثر الوفود اللي تجي للمدينة كربلاء يتم استقبالها في المخيم الحسيني، لأن كما تعرفون معركة الطفية هي المخيم الحسيني، بداية منطلق الثورة الإسلامية ومنطلق الثورة الحسينية هي من المخيم الحسيني انطلقت، والحمد لله والشكر لله ماشيين على خطى أبا عبد الله الحسين، وتوفيق من الله في كافة الأعمال وكافة الأمور التي تجري في المخيم الحسيني.
وجود المخيم الحسيني خير ماثل للعيان، أنه يستقطب زائريه من كل حدب وصوب، ودليل على الإرادة الإلهية في أن يخلده ليتحدى به أعداء الدين الذين رفعوا أصواتهم قائلين: أحرقوا بيوت الظالمين، لأنه عز وجل أحرق أعداء الحسين بنار الدنيا قبل نار الآخرة، وذلك لخصوصية الكرامة الحسينية المقدسة المقتبسة أصلاً من كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. كما تعلمون أن المخيم الحسيني، ونحن في المخيم الحسيني المشرف، هو ركن مهم من أركان الثورة الحسينية. هنا الحسين عليه السلام وصل إلى كربلاء في الثاني من محرم، وقام من يوم الثاني من المحرم الحرام إلى يوم العاشر يوم شهادته، وكل الممارسات وكل الفعاليات التي قام بها الحسين عليه السلام في هذا المكان المقدس. هنا كان الحسين عليه السلام دوي كدوي النحل، هو وأصحابه ليلة عاشوراء بين قائم وقاعد وراكع وساجد. هنا غشي على زينب سلام الله عليها لما سمعت الحسين يقرأ تلك الأبيات ليلة عاشوراء: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من صاحب وطالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل. فرش عليها الماء وسلاها وصبرها. هنا الحسين عليه السلام بنى هذه الخيام بطريقة فنية عسكرية. كما تعلمون أنه الحسين عليه السلام هو إمام، والإمام محيط بكل شيء، قال عز من قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولذلك المخيم الحسيني حسب ترتيب الحسين عليه السلام، يعني هذا المخيم الذي طبعا المخيم كبير جدا، لكن وفق الله المؤمنون لإقامة هذا المكان الطاهر، يعني تذكرة لهذا المكان المقدس. أول ما يدخل الزائر يدخل إلى خيمة أبي الفضل العباس. هذه الخيمة كما تعلمون أن أبي الفضل عليه السلام هو باب الحسين، خيمة أبي الفضل، ثم مكان هذا المكان الذي خلفنا، مكان يعني النوق التي أنيخت هنا في هذا المكان، نياق الحرم، يعني حرمات رسول الله، أخوات زينب، يعني أخوات الحسين عليه السلام زينب وأخواتها والنساء التي معها، يعني جميع الذين كانوا مع الحسين عليه السلام. ثم بعد هذا المكان تأتي خيمة الحسين عليه السلام، محراب الإمام الحسين، ثم خيمة زين العابدين وكانت تمرضه زينب سلام الله عليها، ثم خيمة القاسم عليه السلام. يعني حول المخيم خيام الأصحاب، يعني الحسين عليه السلام كما تعلمون نشر خيام الأصحاب حول المخيم. كما يروي أصحاب السير أن الحسين عليه السلام أقام أو حفر خندقاً وضع فيه النار حتى لا يتجاوز هؤلاء العتاة الطغاة على حرمات رسول الله، وفعلاً هذا مذكور في المقاتل
لما قال أحدهم وهو ابن حوزة: يا حسين، إنما أذكر هذه العبارة حتى للتوضيح، استعجلت بالنار. فالحسين عليه السلام قال: من أنت؟ قال: أنا ابن حوزة. فقال: اللهم حزه إلى النار. فجاء ذلك مسرعا حتى سقط في الخندق واحترق وذهب إلى جهنم وبئس المصير. هذا المكان المقدس المخيم الحسين المشرف يبعد تقريبا يعني حدود 100 متر أقل أكثر بهالمكان عن العتبة الحسيني، عن مرقد الإمام الحسين عليه السلام. زينب سلام الله عليها من هذا المكان لما احترقت الخيام، كما تعلمون أن هؤلاء الطغاة العتاة بعد مقتل الحسين قال اللعين: احرقوا بيوت الظالمين، فاحترقت الخيام. ومن هنا زينب عليه السلام وأخواتها هرولن من هذا المكان وصعدت إلى التل الزينبي. التل الزينبي أمامنا تقريبا 50 متر عن المخيم الحسيني. زائر لما يأتي إلى خيمة الحسين، أو عفوا يأتي إلى مرقد الإمام الحسين، يعني أحد أبواب المرقد، باب القبلة مثلا، لما يسير فيها يخرج من الحسين عن طريق باب القبلة، يتمشى مثلا 100 متر، يكون عن يمينه 50 متر عن يمينه يعني مكان وقوف زينب عليه السلام، تل الزينبي، ثم يأتي إلى الخيام وخيمة يعني المخيم الحسين المشرف الذي كان للحسين عليه السلام فيه هذه الفعاليات جميعا. ومن هنا انطلقت ثورة الحسين، وهو ركن من أركان الثورة الحسينية المقدسة. خيمة أبي الفضل عليه السلام كانت في، نحن هنا في خيمة أبي الفضل، يعني خيمة العباس عليه السلام هي في بداية المخيم الحسين. لماذا؟ لأن العباس هو باب الحسين. لهذا يستحب أنه الإنسان إذا أراد زيارة الحسين أن يزور أبي الفضل ثم يزور الحسين، من المستحبات، لأن العباس هو باب الحسين عليه السلام، يعني يزور الوزير ثم الأمير. لذلك كانت خيمة أبي الفضل هي الخيمة الأولى، خيمة العباس عليه السلام تكون بابا للحسين عليه السلام. ثم كما قلنا هذه التي يربط فيها النوق ويعني النياق، والتي تحمل حرمات رسول الله، وهنا مربط الخيام والأفرس، ثم خيمة الحسين عليه السلام ومحراب الإمام الحسين، ثم خيمة المولى زين العابدين وكانت تمرضه زينب سلام الله عليها. هناك في بعد خيمة زينب سلام الله عليها أو خيمة المولى زين العابدين خيمة القاسم بن الحسن، هاي في رواية أنها تسمى خيمة الشهداء، كان الحسين عليه السلام يحمل الشهداء إلى تلك الخيمة، وقيل لا هي خيمة القاسم بن الحسن سلام الله عليه. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي للخيام. خيام الأصحاب يعني غير مشخصة كما تعلمون، هي حول خيام الحسين، حول هذا الخيام الحسين جعل الخيام متقاربة، يعني خيام أهل بيته بني هاشم متقاربة جدا، وخيام الأصحاب حولها وغير مشخص، لأن المخيم كبير جدا. هذا كما قلنا هذا المساحة التي وفق الله المؤمنين أنه يظهرون هذا الركن البارز والعلم البارز من أعلام الثورة الحسينية المقدسة. عندما تبدأ مراسيم، يعني قبل أن يأتي الناس في ركضة طويريج يوم العاشر، يعني الشيء المهم في هذه القضية هي إحراق الخيام. هنا تكون خيمة أو كأنما تبنى خيمة كبيرة، يقوم المؤمنون بإحراقها كناية عن إحراق هؤلاء يعني الطغاة العتاة، لما قال عمر بن سعد: احرقوا بيوت الظالمين. هذه المصيبة العظمى التي بعد يعني بعد شهادة الحسين، بعد مقتل الحسين وأصحابه وأهل بيته، عدوا على هذا المخيم، على خيام الحسين، على بنات رسول الله، بنات أمير المؤمنين، فأحرقوا الخيام وخرجنا أهل الله، يعني فررنا كل مفر. زينب سلام الله عليها لما أحرقت الخيام جاءت إلى المولى زين العابدين عليه السلام وفي خيمتي، قالت: يا ابن أخي، مكتوب علينا الحرق. الله أكبر، تأمل في إيمان زينب عليها السلام.
قالت: يا ابن أخي، مكتوب علينا الحرق حتى نبقى في القيام نحترق، كما كتب على أخي الحسين القتال. فبكى الإمام سلام الله عليه، قال: لا عم، فروا على وجوهكم في البيداء. ففروا في البيداء. ولذلك تشوف هذا جميع القتل، جميع يعني الأطفال التي سحقت تحت حوافر الخيل، يعني النساء التي مثلا أصيبت بالما يعني جرى عليها ما جرى من ضرب السياط، والأطفال الذين قتلوا وسحقتهم الخيل. حرقت الخيام وفر آل الله في البيداء في الصحراء، لا يعرفون إلى أين يذهبون. فكان مصير الأطفال والأيتام منهم من مات عطشا، كما هم أولاد عبد الرحمن بن عقيل، زينب سلام الله عليها لما جاءت تبحث عن الأيتام وجدت يتيمين قد احتضن كل منهما الآخر، حفر حفرة وألصق صدرهما في الرمل البارد حتى كأنما يسد شيء من حرارة العطش، ومات على هذه الطريقة. إذا تكلمنا عن هذه المصائب، المصائب الكبيرة، وكما قال الشاعر: أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتي. هذه المصيبة، المصيبة العظمى من المصائب الكبيرة، هي مصيبة حرق الخيام، ومن هنا بدأت هذه المصيبة.